ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعمار يا عمار إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه الصلاة والسلام لا الناس وين يرحون ما عندنا حشر مع الناس عيد أنت لازم تكون مع الحق أكثرهم للحق كارهون أكثرهم لا يعقلون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس عبدوا العجل وبقي هارون وحيدا. الحق كان مع هارون ليس مع عبدة العجل مع أنهم كانوا الأكثرية الساحقة من بني إسرائيل.